اهلا بيكو. ده الفيديو الثامن من فيديوهات مصادر التعليم والتعلم، وهنا الحقيقه بنوصل للموكس واللي هي انا بعتبرها من اهم مصادر التعليم والتعلم اللي موجوده النهارده. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الكتب، واتكلمنا عن المقالات، واتكلمنا عن الفيديوهات اللي موجوده على الانترنت بشكل عام والصور، وحتى اتكلمنا عن الناس والسلايدز اللي موجودة. لكن الحقيقة هنا انا بتكلم على بقى نوع مختلف تماما من عن كل ده، لانه المفروض انه الى حد كبير بيجمع كل ده مع بعض. الموكس كلمة عبارة عن تجميعة من اول حرف من مجموعة كلمات، وهي Massive Open Online Courses. زي ما هو واضح من اسمها ان هي اونلاين، اولا اونلاين كورس، اوبن بمعنى ان اي حد ممكن يدخله في اي وقت، مش محتاج ان انت تاخد من حد موافقة، او لازم تكون حصل على شهادات مسبقة او انت تقدر تاخد الكورس في اي وقت. وماسيف هي الكلمة الكريتيكال اللي بتقول ان عدد الناس اللي ممكن يدخلوا الكورس ده في اي وقت عدد كبير جدا، لانه مفتوح عن طريق الانترنت لاي حد في العالم. طبعا اوبن بقى لو رجعنا لها تانية هي Massive Open Online Courses. اوبن الحقيقة بقت دلوقتي لحد كبير محدودة، من باب ان بقى في كتير من الكورسات اللي بتنزل وان كانت قيمة جدا، الا ان هي ممكن تحتاج ان انت تدفع فلوس، والفلوس دي بتتراوح من $5 و$10 و$20 الى ما 500 و$1000 اونلاين. مع ذلك في ناس بتشوف ان حتى لو هتدفع $1000 في كورس مفيد، ده بيكون بالنسبة لها يستاهل انها تدفع فيه المبلغ. على اي حال، انا يمكن اهتمامي الاكبر من ان اشتغل في الحاجات اللي بفلوس او من غير فلوس، انما انا بتكلم على اهمية الموكس في الفايدة العلمية وازاي احنا ممكن نستفيد بيها. الحقيقة هنا يمكن أنا قلت من شوية إن هي أهم حاجة، لكن الأكسسبيليتي اللي فيها بقى إن أنت بتلاقي في الكورسز دي فيديوهات، بتلاقي في الكورسز دي مادة للقراءة، بتلاقي في الكورسز دي ريفرنسز، ممكن بتلاقي لينكس لصفحات أو مقالات أو فيديوهات تانية بتكون فيها استزادة، فبالتالي بيبقى عندك حاجات حوالين المادة العلمية اللي بتاخدها من الحصة أو المحاضرة اللي بتاخدها أونلاين، بيبقى في مادة علمية مكملة لو إن أنت عايز تزود أو توسع مجال المعرفة فيها. وأهم ما في الموكس اللي بيميزها عن كتير من الحاجات التانية بعد الكتب والمقالات هو الكريديبيليتي. وهنا الحقيقة محتاجين نتكلم شوية. احنا عدنا وزدنا كذا مرة في ان الكريديبيليتي بتاعة الفيديوهات اللي موجودة على الانترنت عادة بتبقى قليلة، الكريديبيليتي بتاعة السلايدز بتبقى قليلة. الموكس هنا الحقيقة عبارة عن ويب سايت، الويب سايت ده بيوفر لنا المادة العلمية من خلاله، فانت لو تثق في الويب سايت ده اللي هو عادة في أسامي مشهورة هنتكلم عن بعضها دلوقتي، لو أنت بتثق في الويب سايت ده فثقتك في الويب سايت بتنعكس على المادة العلمية اللي بيقدمها الويب سايت، فهنا أنت مش محتاج تدور كتير عن مين اللي بيتكلم أو الريفرنسز اللي موجودة فيه. من أهم الموكس دي أو من أهم الويب سايت بتاعت الموكس بتبقى ويب سايتس أساسا مرتبطة بجامعات زي MIT، زي ستانفورد، زي هارفارد، وغيرها من جامعات المختلفة في العالم زي الانديان انستيتيوت اوف تكنولوجي، ودي كلها جامعات كبيرة واساميها معروفة، مش هتحط اسمها الا على حاجة هي واثقة ان هي تستاهل انها تتسمع. ومن هنا انت ما بقتش محتاج تدور كتير في خلفية مين اللي بيتكلم معك، ده خلاص انا داخل من خلال كما لو كنت دخلت في محاضرة في احدى الجامعات دي وبسمع لواحد من الأساتذة اللي بيتكلموا جوه.
برضو الحقيقة بيدونا references نقدر نرجع ليها، نقدر نأكد قدر المعلومة اللي سوري قيمة المعلومة اللي بنسمعها، وده برضو حاجة بتقدمها لنا الموكس بيفتقرها كتير من المصادر التانية اللي اتكلمنا عليها قبل كده. الموكس بتديني عادة فيديوز، أغلب الويب سايتس اللي بتقدم open online courses بتقدمها من خلال فيديوهات، قليل منها اللي بيدي الكورسز من خلال مادة للقراءة بس، وفي الحالة دي بيرجع بينا لكما لو كنا بنقرأ كتاب، وده برضو كويس مش وحش. لكن الفيديو الحقيقة بيمثل بالنسبة لناس كتير، أنا واحد منهم، بيمثل بالنسبة لي مصدر مهم. ليه؟ لأن أنا أحب أسمع وأشوف حد هو بيتكلم، وإذا كان حاطط مادة كمان فيلم أو صور وراها بتساعدني على أن أنا أتعلم أحسن، فهنا برضو بيديني مادة متكاملة بتساعدني، وبيديني مادة للقراءة لو ان انا اميل اكتر للقراءة، او على الاقل مادة القراءة دي بتبقى معايا للرفرنس بعد كده لو ان انا عايز ابص فيها واستعملها. الموكس بتدي كورس، هنا دي كيورد مهمة. انا لما بتفرج على فيديو دلوقتي، بتتفرج على فيديو لقيته ساي على يوتيوب، ما لقيتوش على الويب سايت بتاع اكاديمي اوف نوليدج، لقيته على يوتيوب، انت بتسمع فيديو عن الموكس. ايه علاقة الفيديو ده بالحاجات اللي قبليه والحاجات اللي بعديه؟ يا ترى تسلسل الافكار ماشي ازاي؟ يا ترى استخدمه انا في كورس بعد كده ازاي؟ كل ده مش متوفر بسهولة في أغلب الفيديوهات أو أغلب المادة العلمية اللي موجودة على الإنترنت بشكل عام. لكن الموكس لا، الموكس بيديني كورس، وبالتالي الكورس ده له ستراكشر، له انترودكشن، له ترتيب منطقي في الأفكار، حتى لو الترتيب بيفرع فهو واضح، هو إن إحنا هنمشي هنا دلوقتي دي إن بارلل مع دي. فالمهم كما لو كنت انا بحضر كورس فعلا، كورس متكامل الاركان بيبقى داخل فيه الماده العلميه، كتير من الموكس بيبقى فيها assignments محتاج اعملها، بيبقى فيها امتحانات المفروض اعدي فيها علشان اخد الشهاده في الاخر، ودي حاجه برضو ناس كتير بتبقى محتاجاها، فكره ان انا اخد شهاده في اخر الكورس تثبت ان انا خدت الكورس السيرتيفيكيشن. وان كنت انا واحد من الناس اللي بشكك في أهميته، لكنه مهم كتير بالنسبة لأغلب الناس، احنا مش هننكر الكلام ده وده موضوع مهم. يبقى إذا كنت أنت محتاج شهادة فأنت محتاج أوبن، بلاش أوبن حتى، محتاج أونلاين كورس. فلو دخلت في ماسف أوبن أونلاين كورس ممكن الشهادة دي بيبقى ليها وزنها، وخصوصا لما تكون معتمدة من إحدى الجامعات الكبيرة في العالم. يجي طبعا العيب، مفيش حاجة ما فيهاش عيوب. الموكس للأسف دلوقتي على قد ما ابتدت من حوالي 4 أو 5 سنين، ابتدت كتير قوي من الكورسز نزلت ببلاش وناس كتير قوي استفادت منها، ابتدت دلوقتي تدخل الكوميرشاليزيشن، ابتدت الجامعات دي عايزة تستفيد على الأقل، إذا ما كنتش هتستفيد ماديا فهتغطي التكلفة. الحقيقة طبعا إنتاج الموك بيحتاج تكلفة، الويب سايت بيحتاج صيانة وبيحتاج شغل، الأساتذة اللي اشتغلوا في الكورس محتاجين بياخدوا مرتبات، أو على الأقل وقتهم اللي اقتطعوه الجامعة محتاجة إنها تعوضه من خلال الفلوس اللي ممكن تاخدها من الموكس. فمن هنا طبعا أنا مش بقول إن أنا الناس اللي بتطلب فلوس دي ناس وحشة، بالعكس دي طبعا ناس بتقدم لنا خدمات ممتازة. وعادة على فكرة الفلوس اللي بتدفع في أي واحد من الأوبن أونلاين كورسز لا تساوي شيء بالنسبة لو رحت انت فعلا تحضر الكورس ده في احدى الجامعات، بتلاقي نفسك بتدفع حاجة في حدود عشر مثلا القيمة اللي كان ممكن تدفعها لو رحت تحضر الكورس لايف. ومش بس كده، ده انت لما بتحضره اونلاين انت بتاخد معاك المادة العلمية وانت ماشي، لكن لايف عادة ما بيبقاش سهل ان انت تصور مثلا المحاضرة عشان تتفرج عليها بعدين او ما الى ذلك. فانا طبعا لو ان انت حاسس ان المادة العلمية دي تستاهل ادفع الفلوس، وفعلا المادة العلمية بتبقى مادة مفيدة في اغلب الوقت. انا الحقيقة استفدت كتير قوي 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 انا شخصيا من كتير من الكورسات اللي اتفرجت عليها اونلاين، ومنها اللي دفعت فيه فلوس، وان كانت مبالغ ما هيش فعلا مبالغ كبيرة بالمرة.
نيجي بقى عايزين نتكلم شوية عن بعض الموكس، وده هخليه للفيديو الجاي علشان ما نطولش عليكم. هكلم في الفيديو الجاي إن شاء الله عن الموكس دي، بعض الويب سايتس اللي شايف أهميتها وابتدت منين. بيكلمكم عن سلمان خان شوية كده سريع عن تاريخ الموكس، فأرجو إن أنتوا تكونوا مهتمين وتتفرجوا معايا على الفيديو الجاي إن شاء الله.